صباحاتكم خير ومحنة ومحبة مرة تانية لكل الناس اللي بتتابعنا الآن عبر شاشة سودانية 24 وكمان بتسمعنا عبر إذاعة سودانية 24 على التردد 93.6 وتحية خاصة مليانة جدا بالمحبة والتقدير لمتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسودانية 24. الأحد متعودين دائما إحنا نفتح ملف واحد من الملفات اللي بتكون أساسية جدا ومهمة لكل أسرة اللي هو الجوانب الخاصة بالطفل، تعليم الطفل إذا كان حتى عنده واحدة من المشاكل اللي هي تأخر اللغة عند الأطفال. الليلة عايزين نفرد مساحة واسعة جدا نتكلم عن ممكن تكون شنو المسببات، الأعراض ممكن تكون ظاهرة. يعني دائما قاعدين نركز وبنركز وبنقول إنه التربية ما هي بس إنك أنت تأكل وتشرب، التربية إنك أنت لازم تطور من مهارات طفلك، لازم تنمي فيه، لازم حتى أنت تكون متابع وحريص على كل تغيير ممكن يكون حاصل فيه وتمشي للجهات المختصة اللي هي أكيد هتديك الدعم المناسب ده وتقدر من خلال إنك أنت طفلك يكون معافى وسليم وممكن يصل. فبالتالي الأسرة أو الأم أو الأب هم عندهم دور أساسي جدا في إنه أنت تعالج مجموعة من المشكلات ممكن تكون حاصلة لكل الأطفال. ربنا يحفظ يا رب الجميع، وإحنا اللي حنفرد زي ما قلت مساحة خاصة مهمة جدا عن تأخر اللغة عند الأطفال. وسعيدة جدا معك يا أستاذة لمياء أبو القاسم محمد اختصاصي نفسي، صباحك نور وسعادة يا رب. صباح الخير عليكم، صباح سودانية. سعيدة بإنه متواجدين الليلة معاكم. أتمنى نقدر في الفقرة دي نصل أكبر عدد من الأمهات والآباء اللي بجد بيكونوا قلقين على أطفالهم وحاسين بأنه مشكلة الكلام واحدة من أهم المشكلات صح. بتأرق الأمهات جدا جدا ودائما لأنه دي أكثر حاجة بتوريك طفلك واقف فين من أقرانه وحياته وعاملة كيف. فإن شاء الله نقدر لنا خصوصا هو التدخل بيكتر فيها وتفلان زي ما كنا بنتكلم وتجي في مجموعة من الاستشارات اللي هي ممكن تكون حتى ما منطقية في إن هي طفلك يعني أكيد ما حيتكلم بطريقة ممكن تكون حاصلة. فلازم إنه الناس تتري ده الأصح وده الأنسب للجهة ذات الاختصاص وحتى المراكز اللي هي مختصة بإن تعالج المشاكل الخاصة به سواء كان النطق أو حتى كان اللغة أو حتى كان الكلام. عايزين ناخد هو طبعا لغة أو مشاكلها هي حاجة ممكن تكون مكتسبة لأن هي في الأساس اللغة ده مكتسب وطفل أكيد ما بتولد بيه. نتكلم أكثر. اللغة لو جينا نتكلم عنها إحنا قبل ما نقول الكلام عشان الناس يعني أول كلمة يعني الأم ده زيك ما حتقول لك طفلي متأخر في اللغة، حتقول لك طفلي والله متأخر في الكلام. لكن في فرق بين تأخر في النطق أو تأخر في الكلام وتأخر اللغة في حد ذات نفسها. أوكي. بمعنى يعني أنا قبل ما بشرح لك بقول لك لما نقول طفل متأخر في الكلام او في النطق بالتحديد لا ده طفل عارف انه دي ده ولد وده بيت وكذا لكن قاعد يقوله بشكل خطا او عنده خطا نطقي او دي حاجه دي ممكن نفرد لها حلقه كامله اللي هي بمشكله عيوب الكلام كذا. لكن لما قلت لك متاخر في اللغه اصلا ما عنده اللغه التواصليه يعني اللغه اللي المفروض يكتسبها في التطور النمائي بتاعه اللي هو من عمر 9 شهور انه بدا يقول بابا وما والحاجه دي نلقاه انه اصلا ما قالها وصل سنتين ولسه ما قال وصل 3 سنين ولسه ما قال والأهم إنه ما قال إنه ما فاهم حتى يعني لا عارف إنه دي كوباية ولا بيقدر يقول دي كوباية يعني جيب الكوباية حقتي وما قادر يجيبها لو قلت له وين الكوباية ما حيقدر يجيبها. فهنا دي ما الطفل عنده مشكلة في اللغة أوكي قادر وصل مرحلة لكن قادر يقول مفردات لكن ما كون جمل هنا برضو طفل متأخر في اللغة باعتبار اللغة دي أهم عامل أنا قادر أتواصل بيه يعني دي المسج بيني وبينك يعني أنا وإنتي حسن نتكلم أو بناتنا لغة إنتي فهماني وأنا فهماكي وأنا عارفة روحي ده وش وإنتي عارفة روحي ده تقولي شو. هنا دي إحنا بناتنا لغة لكن في أطفال اللغة دي أصلا بتكون ما فيش فده هنا طب يعني أكيد الحاجة دي عندها علاقة بأسباب يعني هل هي أسباب وراثية أسباب نفسية أسباب بتاعت إنه حتى الأم هي للأسف ما كان عندها تدخل بتاع لغة من بدري مع طفلها من لحظة هو تكوين الجنين في بطنها ولا شنو الأسباب اللي ممكن تخلي الأسباب جانبها؟ ممكن نصنفها لكم يعني نتكلم كداوش على الأسباب العضوية باعتبار إنه السمع تأول مدخل للغة يعني أنا الليلة لو ما سمعتك يعني لو مقفلة بطنك ثنائي ما حسمعك فإذا ما حرد عليك ما سمعتك أصلا حقول كيف. فعشان كده أول عامل بنتأكد منه إنك أنت طفل كطفل في الطور النمائي سامع اوكي سامع لو انا احنا متاكدين سامع لما انتجى حاجه بيتلفت لما بيعمل كده لما يسمع الاغنيه اللي بيحبها في التلفزيون بيمشي ده سامع طيب ده اول جانب. بعد ذاك بنيجي نشوف هل الطفل اتعرض لاي اصابه مثلا اثناء الولاده حصل له نقص اكسجين او هلا بنسميها الاصابات الدماغيه عموما دي واحده من الاسباب اللي تاخر الطفل في الكلام. العوامل الجينيه زي المتلازمات داون المشاكل اللي لها علاقه مثلا احنا نقول مثلا انه مثلا الطفل
كان عنده مشكلة مثلاً في أثناء الولادة قلنا المتلازمات بكل أو إعاقة ذهنية حديث يعني أيوة. كويس، فهنا ممكن برضو الطفل الآخر في اللغة أن يتوقع إنه حيكون عنده مشاكل في اللغة. الأسباب الثانية اللي ممكن نتكلم عنها دي ممكن نقول على أسباب اجتماعية شوية، بمعنى أنا الطفل الأول ماما بابا شايف متخيلين الأهالي دايما أقول لهم اللغة دي ما حاجة جاية مع كتولوجي الطفل يعني لا دي حاجة مكتسبة يتكلم معاي عشان أنا أتكلم، فنجي نلقى الأم بالذات الأم أيوة بالضبط أنا مثلا نلقى الأم اللي مثلا عندها الطفل الأول أكلته شربته نومته قامه ما تتونس معه ما تتكلم يعني لازم هدوء خالص أيوة. عشان ينوم بتلزم الهدوء أيوة خلاص بتفتكر إنه هو المفروض يتكلم بأي شكل أو دائما دائما يعني دائما الأمهات بتجي يقول لي والله ما هو أنا أم دي تجربتي جديدة في الأولاد ما عارفة إنه المفروض أتكلم معه فدي بتكون واحدة من الأسباب إنه خلق الطفل أخذ اللغة. العوامل الاجتماعية مثلا أوكي إحنا وضعي أسرة وكده لكن أوريدي قاعدين مثلا في الاغتراب يعني مثلا الناس المغتربين الموجودين في بيئات أصلا التفاعل الاجتماعي ضعيف حتى لو في مثلا في ناس ما بنتلاقى مع ناس أسبوعيا مقفولة أنا وولدي في البيت ما يعني الأم أو الأم أصلا شغالة وما يعني في كمية من العوامل لها علاقة في البيت بتكون دي برضه سبب إنه مثلا الطفل يتأخر الكلام. واحدة من الأسباب الثانية إنه الطفل يعني مثلا زي ما قلت لك الام مثلا تقوم تخط الطفل قدام التلفزيون ساعات طويله من من يعني من من عمر شهور خلاص انا ماشي اشتغل في المطبخ وماشي اعمل حاجاتي اجالقى وعلى الصوت كمان ايوه نظام خلاص ممكن حشغل له وانا كده وانا كده خلاص يلا او ما يوازيه برضو التلفونات عايز ادخل شويه حقوم اديه التلفون وانسى انه في الوقت ده المفروض يتكلم. حتى في مرحلة عمرية يعني أنت قبل شوية بدأتي من 9 شهور في مرحلة عمرية لازم يكون في تواصل يعني لازم تتكلم صح. لازم ترد حتى هو لو ما عرف أديه وإحساس إنه هو بريد لازم صح. لازم توصل له معلومة. نحن بنقول إنه في جدول كده له علاقة بالتطور بتاع اللغة بنسميه 1-1-2-2-3-3 أيوة. يعني شنو 1-1-2-2-3 يعني أنا المفروض لما يكون الطفل ده عمره سنة أنا قادر أكون الكلمات المفردة بابا ماما أدا الحاجات البسيطة يعني أقلها 3 كلمات في عمر السنة. لما نصل عمر خلاص ماشي على 2 سنين من 18 شهر ومرتفع لفوق حتجي تلقى الطفل بدأ يكون لي بابا جاء ماما اديني اديني أشرب اللي هي المفردات اللي فيها مكونة من كلمتين ماشي على 3 وخلاص بوردي ماشي على 3 خلاص أنا قد بابا جاء بالعربية بيقعد عنده جملة من 3 كلمات غير انه اصلا فاهم كل الكلام اللي بتقليه وبينفذ لك كل الاوامر دي كل الحاجات المفروض الطفل يعملها في العمر من بين 9 شهور لحد 3 سنين تكون لغته انت كل ما ليها شايفاها متطوره يعني من 9 شهور شايفه انه الطفل ده ماشي متطور يعني ماشيه زايده. في اطفال مثلا يقول لك والله بدا ماما وبابا لكن سكت دي ليها علاقه باضطرابات ثانيه زي احنا قلنا من الاسباب اللي ذكرناها انه برضه اضطرابات التوحد الحاجات دي برضه من حاجات بتاخر الطفل اللغه يعني عموما اي اصابه او اي اضطراب بنتوقع طوال انه الطفل حيتاخر في اللغه. مع كل الاسباب اللي انت ذكرتيها وفصلتيها وكذا اكيد ان انا برضه هحتاج ان يكون في اعراض واضحه او نماذج ممكن تكون ظاهره لي في حالات معينه لازم اقوم اعرف حتى لو انا تابعت الجدول اللي انت ذكرتيه لكن خلاص يعني ما هو بصبر عليه ما مشكله ممكن بعد 5 سنين نتكلم خاله فلان اصلا كان اتاخر في الكلام فهنسوقه ونمشي زي ما كنا بنتكلم على للاسف المعالجات الخاطئه اللي قاعده تتم حتى هي من الاسر في انه هو نظام ان الولد يتكلم. انا ممكن اجيب لك بجمله بيتين اقلك انا كأم بيتين اقول ولدي لا لا لا, لا. في حاجه غلط انا المفروض امشي نعرضه على جهه مختصه لما اصلا وصل 9 شهور وحتى اصوات ما عنده احنا بنسميها المناغه أيوة. يعني هو مقاطع عشوائيه الطفل ما بيقول في حاجه معينه لكن في النهايه ده صوت انا قادر اسمع صوته معناته هو سامع لغلغتنا وكلامنا وحاجاتنا أيوة. وهو في نفس الوقت قادر يقول معانا لكن طول ما انه انا الطفل ده ما طلع اصوات لحد عمر 9 شهور ما فهم ما انتبه يعني ما فهم لما اقول له اديني ما قلد حته مهمه شديد أيوة. بمعنى انه مثلا عملنا باي ورجع عمل معك باي او اللعبات اللي بنعملها بوجهنا احنا اطفال حقت الحركات بتاعت أيوة. امهات اعمل الشنه واعمل كذا أيوة. ما قلد معك الحركات دي فعارف انه في مشكله جسنه وشويه ولسه ما قال ماما واضحه بابا واضحه كلمات حقيقيه او دخل خلاص 2 سنين ما قال اي شيء ما فهم ليكي يا محمد امشي جيب لي الكوبايه امشي جيب لي كده بس عين لك كده وكانه ما سامعك او قال معك لكن ردت ايوه نفس الكلام الاول زي ما تكلمنا عنها قبل كان ايكو دي فدي انا المفروض هنا اقلك.
يعني كل ما أعاين إنه هو من أقرانه ما قاعد يعمل حاجات معينة أبدأ أنتبه. طبعاً حسب الملاحظة اللي أنا أصلاً عندي. الأوريدي لاحظتها. لكن أنا ده في العادي. فما بالك لما أصلاً يكون أصلاً في مشكلة ظاهرة مثلاً زي داون سيندروم. أنت يعني من أول يوم عرفت أو يعني الطب تطور. الناس بقت من جوا البطن عارفة إنه الطب ده هيطلع داون سيندروم. فأنت حتتوقع إنك أنت طفلك حيتأخر في الكلام بذات دور الطبيب هنا. لازم يوريك إنك أولاً تحتاج لمتابعات معينة لأن كده. مش هتتوقع إنه كداون أو زي الناس الإعاقة السمعية. الأهل بيفتكروا إنه اوكي عرفنا انه عنده اعاقه سمعيه حلينا المشكله بسماعات okay. خلاص ما ليش سماعات حيتكلم لا هو لازم يحتاج دوري يعلم انه كيف يسمع الحاجه فدي طيب يبقى لازم متابعه مستمره لازم متابعة. لازم ملاحظة. وعي برضو ملاحظه ولازم في لحظه التدخل السريع هو دائما حل ومعالجه لاي حاجه طبعا وده ممكن لو ما حصل التدخل السريع حتحصل اثر ممكن تكون قويه جدا من الجانب النفسي ممكن برضو حتى صعوبه التعلم ما خلاص انه ما في لغه ما في تعلم كده نتكلم اكثر عن الجانب الخاص بالاثر اللي متوسع فيه الاثر لما نتكلم عن الاثر اذا انا عندي طفل متاخر في اللغه تلقائيا انا ما قادر اوصل حاجاتي تلقائيا ما قادر اعبر عن حاجاتي كلها ما قادر اقول انا عايش شنو دي مشكله فما قادر اتعلم كل الحاجات اللي بقدر اتعلمها اقراني ابسطها ما قادر اقول لامي انا عايش شنو عايز اكل عايز اشرب فتلقائيا اول حاجه بتقول لك الام عصبي جدا بكوري شديد لانه ما قادر يعبر فانا تلقائيا بعبر عن حياتي بالخبط بضرب دي اذا احنا ما عندنا اضطراب فدائما تقول لك الام تقول لك مثلا انا والله ما اعرفه بس طول السنه زهجانه اوكي خدتناه ومشيناه وبيجي ماشي في المدرسه فانا ما قادر اتكلم فانا ما قادر اوصل للاستاذ حاجاتي انا هتعلم كيف انا محتاج اتكلم ولا اتواصل بدي كلها كده فبتجيني كميه من الاثار اللي علاقه بانه الطفل ما قادر يتواصل فانا اذا ما قادر اعمل كل حاجاتي الثانيه طيب الام اللي هي بتلاحظ ذاتها شكرا جدا عليها وشكرا على الحاجه اللي انت لاحظتي وانك طلبتي يد المساعده طب ما بعد انا جيت لمرحله المساعده واكيد في مراحل خاصه بالعلاج احنا حنقسمها على 3 حلقات او زي ما انت قلتي ممكن يكون مثلث عنده علاقه بالطفل عنده علاقه بالاسره وعنده علاقه بالمؤسسه التعليميه اللي احنا كمان شايفين معاكي مجموعه من الوسائل التعليميه اللي هي ممكن تكون بتساعد على انه سرعه اللغه عموما أيوة. والتاخر بتاع اللغه ده هو يكون واحده من اساليب اللي هي العلاج اللي احنا شايفينه معاكي الان خلينا نشوف جزء من الوسائل التعليميه الان هي قد ايش ممكن تكون فعاله ولأي مرحلة عمرية ممكن تكون مناسبة. طيب إحنا ليه نستنى المشكلة تحصل؟ منحلها قبل يعني ما إحنا زبون الأم نبهنا إن أنت لازم تتكلمي فلازم تعرف إن أنا هتقول لك أعمل له شنو طيب؟ أتكلم معه الكلام العادي لا 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 ده أوكي أتكلمي الكلام العادي لكن أنت أحيانا محتاجة لوسائل مثلا زي الكتب دي اللي هي معارف الأولى دي من عمر سنة بمعنى شنو في معارف الاولى دي الكتاب كل كتاب بتكون من مجموعه من الحاجات مثلا انا عايزه اسمي له عايزه يعرف مثلا انه ده بنطلون وده فستان ما شرط تتقيدي حتى بالاسامي كويس بس انا دايره اشوف يعني اذا انا كل يوم بتعرضي الكتاب ده انا كطفل وانا كأم بقول له مثلا شوف يا حمودي ده بنطلون اوكي ده فستان فانا وردي قادره مش احاول اقول له والله يا حمودي لو شفت البنطلون ذاك اللي انت بتلبسه لا انا محتاجه الصوره انا طفل الطفل في العمر ده بصري لازم يشوف لازم يشوف الحاجات قدامه لازم يعرف فانت يعني انا بعتبر المجموعه دي مجموعه وقائيه أوكي. يعني من عمر سنه قادر أكون من 12 كتاب كل المفردات المهمة المحتاجة لطفل في العمر ذاك إحنا معنا معلش هنواصل في الوسائل التعليمية لكن معنا مداخلة هاتفية من واحد من أباء واحدة من الحالات اللي كانت متابعة ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم طيب لحد ما نرجع نتصل مرة تانية نواصل قلت دي ممكن تكون هي طريقه المعارف الاولى دي وقائيه لان انا حتى من خلال اقوم اتابع وحتى أيوة قادر اجيب صور زي دي واوريه ووريه الحاجات كده اسمي له فانا كل ما كنت حاسمي كل ما انا حخليه يكتسب مفرده جديده او دي برضو حاجه بتتواصلي معاه يعني حنضحك عين عين وين الفستان وين كده وتعال كده واكفل حننمي حاجه ثانيه اسمها اللغه الاستقباليه يعني انا لما اقول له وين الفستان حيقوم يقول لي هنده انا كده عرفت انه يعرف نص اللغه انه انا اعرف وينه اوكي بعدك اسمي لي نمره 2 كويس فدي واحده من كده القصص اي ثينك ممكن نشيل لانه معرض الكتاب موجود فالقصص موجوده والوسائل موجوده العالم ده كله موجود خلينا نقول الو مره ثانيه معلش الو السلام عليكم
الو الو وعليكم السلام. يا مرحبا. اهلا وسهلا. الله يسلمك. كيف صحتك؟ بخير. الله يسلمك. نتعرف عليك. احسان عبد المجيد، ام تعليا. اهلا وسهلا. يعني انا عايزه بسهلا. احنا من قبل بنتكلم مع استاذه لمياء، بنقول انه واحده من الاساسيات هي دور الاسره ودور الام والاب. أيوة. برضه في ان هي بتساعد على انه الطفل أكيد. يتعالج بسرعه. كده ناخذ معاك تجربتك انت واحكي لنا اللي حصل شنو. ايوه يلا. انا تاليا عرفت مشكلتها كان عمرها 3 سنة ونص او اقرب للاربع سنوات. هي في الاول كانت طبيعيه، بعدين فجاه جاليها فقدان للسمع. وفعلا على قولك انه دور الام والاب هو اهم حاجه، يعني انه هسه انا بعرف في حالات متاهلت يعني الاولاد ضاعوا. الحمد لله انا تالي بعد تاهيل يعني 4 سنوات الحمد لله في المدرسه عاديه الحمد والشكر لله، وكمان متفوقه واحسن من الناس طبيعيين الحمد والشكر لله. يعني بس السماعة الله يحفظك. اكيد برضه كان ايوه معاك سامعينك. طلب منك وعي وطلب منك برضه انك انت تتجهي للجانب المختص عشان ما تلقي الدعم كمان. ايوه فعلا. واحنا والله الحمد والشكر لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى واستاذه لمياء ما قصرت معنا ابدا، وكان لها دور كبير جدا في تاليا. يعني انا لما هسي بشوف امهات يعني تالي احنا اول ما بدينا كانت لابسه السماعه ما كانت بتعرف تطلع ولا حرف ولا صوت واحد. يعني هسي الحمد والشكر لله كلامه بطلاقه في المدرسه حاجاتها كلها طبيعيه، بس الموضوع محتاج مجهود من الاسره اكثر حاجه، وبعدين الواحد يلقى الاستاذ المناسب. يعني هسه احنا الحمد والشكر لله في مرحله ما كنا بنحلم بها او ان احنا نصلها، ده كله بالتاهيل والواحد يصبر. يعني في الاول الحكايه بتكون صعبه، اول واحد ممكن ما يشوف نتيجه قريبه في شهر او شهرين او 3 شهور. في امهات الواحد بتقول لا انا لحد هنا حجيب، ما شايفه حاجه من تعبيده، انا ما شايفه حاجه، وفي ابهات برضه بيعاضوا. لكن الحمد والشكر لله يعني الموضوع بس عايز مجهود، وهم يعني الحاجه دي في الاول بتكون حتى اليوم هم صعبه والقعده اليوم صعبه والتركيز اليوم صعب، لكن بالشغل شوي شوية حيبدا الموضوع سهل جدا، واي حاجه بتكون واضحه الحمد لله. احنا كلامنا بقى واضح، حروفنا كلها بقى طالعه، يعني الحمد والشكر لله. الحمد لله ان شاء الله ربنا يحفظ تاليا ويخليكي، ويا ريت لو كل الناس هي بنفس الوعي ده، يا ريت لو هي كل الناس بتقدر تعرف متى يتم التدخل المناسب من جهات الاختصاص. سعيده بك جدا وشكرا، وربنا يحفظها يا رب، وكمان دائما تكون آمين. متفوقه وناجحه كده وفرحانه بها دائما. ان شاء الله ربنا يدي العافيه لكل الاولاد ان شاء الله يا رب العالمين. الله يخليك يا احسان، تسلم ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله يا رب العالمين. الله يسلمك. سعيدين جدا بسمع صوتك. يعني لمياء دي حاجه كانت مهمه جدا وذكرت واكدت على، واحنا برضه اكيد كنا عايزين نفرد ليها مساحه. موضوع متوسع، موضوع لسه عايز حلقات تعليم. احنا الليله يا دوب بس قلنا البدايه انه في حاجه اسمها تاخر اللغه عند الاطفال، قلنا انه في وسائل بتاعه تعليم ممكن هي من خلالها تقدر تعالج الحاله دي، قلنا انه في دور بتاع اسره هو مهم جدا انه من خلاله ممكن تعالج الطفل حتى بسرعه. اكدنا وامنا على انه لازم يكون في تدخل سريع جدا من الاسره اول ما هي تقوم تلاحظ من عمر 9 شهور. اكدنا وامنا مره ثانيه ان الناس لازم تتواصل، الامهات تواصل مع اطفالكم مع في لحظه من لحظه التكوين هو جنين في بطنك، تكلمي معه وتواصلي معه ونمي فيه مهارات كثيره لحد ما هو يجي بالسلامة وبالصحة والعافية، بعدها بتبقى مرحلة ودنيا ثانية. نرجع ثاني فكرة انه اول طفل ليا فكرة انه انا ما اعرف اتعامل معه كيف، يعني لا، ما هو انت جاهزة للحالة دي فلازم تكوني جاهزة ليها. دي مسؤولية، ده باب ثاني، دي ليلة ثانية، دي أمانة ربنا أداكي ليها، فحاولي انك انت تكوني قدرها بانك انت تنمي حتى مهاراتك انت في نفسك عشان ما تقدري تكوني حريصة على الابن اللي هو هيجي اصلا للدنيا والنعمة اللي ربنا حباكي بها. استاذة لمياء انا سعيدة جدا بكل الكلام اللي انت ذكرتيه، موعودة وانا شخصيا يعني موعوده بك، موعوده معاكي بحلقه ثانيه نتكلم اكثر عن الموضوع ده، وكمان عن مواضيع اكيد هي بتهتم بجانب حق الاطفال. واحنا في حاجه هي استاذه لمياء انت حابه انك تطبقيها في السودان وتدعمي من خلالها ممكن تكون كمعالجه، هنا من هي دي غايته، هي راح افتح لها الباب وهي تواصل. أيوة. بعدها هي مناشده لكل الجهات اللي هي بتهتم بجانب التعليم في السودان، بتهتم بجانب الخاص ب حتى المنظمات العمل اللي هي تابعه لجوانب التعليم، بما ان احنا قلنا حنبنيه فاكيد احنا حنبنيه بالتعليم اولا، فبالتعليم اولا فلازم انه يكون في سرعه بتاع التدخل. ففي حاجه هي حابه ان هي تقوم تطرحها، واذا في حد حابة انه هو يقوم يتبنى معاها المبادره دي احنا اكيد هنكون متواصلين. واستاذه لمياء كل التفاصيل بتاعتها هي معانا هنا داخل قناه S124 وكمان صفحه سودانية 24. مساحه لك. زي ما بنقول دائما الوقايه اهم من اي علاج. ارهب مركز احسن زول، الريح لي جينا اصلا ما عنده مشكله. مش قاعد احل المشكله. واحده من طرق الوقايه انه انا
استفيد من يعني الحاجات اللي بتصل لكل الامهات في وقت واحد، مثلا زي دفتر التطعيم اللي هو اي طفل على مازين عنده دفتر بتاع التطعيم. ليه ما نضيف في دفتر التطعيم؟ انا ما اعرف الحاجه دي المفروض تعمل وزاره الصحه تتبناها مبادره تتبناها جهه، انه احنا نضيف بس في الصفحات الاولى في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدفتر بتاع التطعيم التطور النمائي بتاع طفلك. مفروض في عمر في كل عمر يكون بيعمل ياتو حاجه في كل عمر. وبتين اقلق على طفلي المؤشرات شنو زي اللي تكلمنا عنها. انا المفروض بتين اقلق على ما اظن كده احنا ادينا كل ام في بيتها قاعد اول ما تحس بشكك انا حرجع للعلامات اللي انا وردي مقلق منها. اول ما اعرف كده حتكون دي حاجه كويسه شديد. تمام. ممكن تكون دي حاجه اولى. انا شايفه الخطوات التنفيذيه اولا ممكن يكون شبه انه تصميم مبدئي بشكل الحاجة حيقوم عامل كيف. فهو الأصلاً زي ما قلت كانت بنت معاكي مبدئيا كده الفكرة والمبادرة إن شاء الله نقدر مع بعض نقدر نوصل لحاجة كويسة، وهشوف نهاية اليوم كل حاجة هتظبط إن شاء الله. أكيد إنه إحنا دائما بنقول في صباحاتنا السودانية إحنا بنفتح مجرد أبواب لمعلومات كثيرة ولتفاصيل ولكل الكلام الجميل. خلونا مع بعض كده نقول شكرا لك يا أستاذة لمياء على كل الجميل أنت بتقدم بيه، وبجد ربنا يديك الصحة والعافية والقدرة والقوة عشان ما تتواصل بنفس المحبة بنفس الحماس. ربنا يزيدك خير كده يا رب. إن شاء الله. الله يخليك. أكيد مستمرين معاكم في حلقتنا اليوم من صباحات سودان، لكن هنطلع مع بعض فاصل قصير ومن بعده نواصل.